خلينا من لسه بنستفرد مع بعض، خلينا بكفي اعطينا هو بس وجه النظر معليه زي ما قال اخوي عبد الله صايب مصنع واحد بس كنا نكبر يصير 10 معلش مال جاي جاي بس خلص معك في يعني فوق. حتى السيف جارد لما بعطيك اياه طيب بعطيك اياه على سنتين ثلاث فقط والله يدي اياك لا قصدي اكمل بس كمل معي اكمل جليل يعني بس يكمل معي الوزير ثلاث صفحات بس يكمل معي الوزير دوره بعدين بيستلمنا على الفيسبوك وين يا علاء ارجع بسرعه اخ جليل اول شيء الله يعطيك الف عافيه وانت قامه كبيره وبنعتز فيك ومطلعين على الاشياء اللي طورتها في انتاج السبورات وما تبعها من ذلك وانا بطمنك جزء من القطاعات اللي انت منضم لها اللي هو القطاع الهندسي باذن الله ما راح يكون في عليها اي تعب. توطين الصناعه لا احنا قاعدين نشتغل سيدي كل قراراتنا قاعدين نشتغل فيها جاي في جمله لو سمحت احنا ما اذا ليش ضلك رايح جاي زي كذا ارجع اقعد احنا ما بدنا نضل نقول اطمن فلان عن قطاع ادسنا احنا اليوم وصلنا لنتيجة مع بعض كل قطاع أيا كان تصنع بالأردن إحنا بدنا ما نجيب عنه الجمارك هذا عشان مزيد وضوح أبو عدي مزيد بس إحنا اليوم ما بنشتغل القطاع عشان نكون واضحين إحنا اليوم نقول كل صناعة موجودة في الأردن بدنا نوقف معها ولا تنسى إنك وعدتني في صندوق الدعم بمعنى في عنا على الوالدات هذا وعد مشان نسمع كل الجمهور انه على الوالدات في 1% اضافيه صح؟ اذا تم هذا الشيء تغيير بعدنا ما تم لا الا في حاله الباكج فيها اه طبعا فيها واحد اسمعوني يا اخوان سجلوا علينا في 1% من الوالدات رايحه باتجاه صندوق الدعم الصناعي صحيح؟ على المنتج الكامل لا مش على مش لحظه انا بوقف شوي اوعى تحكي ولا كلمه ولا بحكي ولا نص كلمه انا عارف شو بدك تقول لانه بكره تنحط على الواردات بالمطلق لا ما عليك احنا متفقين على أنا بس مشان نشرح للاخوه أيوة. شو اللي بنحكي فيه حاليا ما هو مطبق 1% على الدول اللي نرتبط معها في اتفاقية المعفية خلينا نكمل يا ايام بقول معفية واحد يا رجل خلينا نكمل يا رجل خلينا نكمل 1% رسم خدمات جمركية على الدول اللي نرتبط معها باتفاقيات زي الدول العربية و5% مع الدول اللي ما بنرتبط معها باتفاقيات وبسقف 1% سقفه 2000 و5% سقفها 10,000 الجزء الثالث مدخل الانتاج مدخل الانتاج معفي بس بنحط عليه 1% وبسقط هلا اذا صار اي تغيير بدل واحد تغير هذا الرقم اي تغيير هو لصالح الصناعه او اذا غيرنا بالسقف على سبيل المثال الجزء الاضافي يضم الى الصندوق الخاص لدعم وتطوير الصناعه لا لحظه خلينا نوضح الكلام اللي فيه بانه اذا صار تعديل على الجمارك قطعا بده يصير صندوق لدعم الصناعة الوطنية هذا الكلام صندوق موجود هذا ما في علينا على الواردات بده يصير 1% رايحة باتجاه دعم الصناعة صحيح؟ صحيح بس لسه ما تقرر إذا المرة الثانية فواز بيك وين فواز بيك؟ فواز